this is the cave mentioned in Surah Kahf, and we will go inside. Yeah, there's a lot of people. They just finished a prayer. There's a little hole back here. So the story is that these people were seeking refuge from the people in the city. They worshipped one god, and everybody else didn't. So they stayed in the cave for 309 years. When they came out, they were seen as a miracle. هذه كتابة إسلامية على الحجر عمر هذه الكتابة 1100 عام هاي الفجوة الساحة اللي ناموا فيها أصحاب الكهف ناموا هنا 309 سنوات كما هو مذكور في القرآن الكريم هاي الفتحة اللي على اليمين مكان دخول الشمس تدخل الشمس منها وقت الظهر وعند المغيب تدخل من الباب في هذه الخزانة هنا آثار قديمة وجدت لناس عاشوا بعد أصحاب الكهف أمام الكهف هنا مسجد بني في العهد النبوي والمسجد المذكور في القرآن الكريم فوق الكهف مباشرة آخر تعديل حصل على الكهف من الداخل هذا الجير الأبيض زمن صلاح الدين الأيوبي الوزارة عاملة أسطوانات موجودة هون فيها 200 صورة فوتوغرافية صورة العظام تصوير فيديو قصتهم على شكل فيلم أسماءهم محاضرات عنهم وخمسين صورة قبل 50 سنة شرح بسبع لغات عن الكهف والآثار الدينية تقدروا تأخذوها من هون إذا في أي سؤال تفضلوا اسألوا وإذا بدكم تصوروا تفضلوا صوروا اللي شاف يفسح المجال غيره Yeah, I have to repeat that in English. Let's go see if he can repeat it.